بعد العروض التي وصلت مهاجم المنتخب الجزائري ولاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي إسلام سليماني من أندية ألمانية في صورة باير ليفركوسن وشالك 04، ذكرت تقارير إعلامية إنجليزية وأبرزها الديلي ميل والموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي اهتمام هذا الأخير باللاعب السابق شباب بلوزداد. الصحافة الإنجليزية أشارت إلى العرض المالي الذي تقدم به مسؤول نادي ليستر سيتي والذي بلغ 7 ملايين جنيه استرليني، ما يقارب 9 ملايين يورو، لضم هداف الخضر. كما ذهبت الديلي ميل والموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي إلى ذكر ما فعله سليماني مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل وتألق بن عين بنيان بتسجيل هدفين، كما ذكرت حاجة النادي الإنجليزي إلى خدمات مهاجم من طراز قوي وكبير كسليماني.